بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. والمجلس السابق كان فيه يعني شبه اختلاط في الكلمات، فبيقول هنا من ضمن سنن الصلاة والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع. احنا قلنا المفروض رفع الصلب من الركوع الواحد بيقول سمع الله لمن حمده، مفيش فيها تكبير. فلما رجعنا حاشية البيجوري، البيجوري مصوبها قايل وصوابها رفع الصلب من غير الركوع، يعني حط بس غير تنضبط العبارة، لأن الركوع هيبقى تقول سمع الله لمن حمده، إنما رفع الصلب من غير الركوع كله بيها تكبيرات بقى، سواء بقى إيه بترفع من السجدة أو بترفع من هي الرفع من السجدات أو من التشهد الأوسط القيام، يعني ابن التشهد الأوسط بيسموه القيام. فعلى أي حال نصوبها ونكتب كده وصوبها البيجوري في الحاشية عشان تبقى مسندها لمن صوبها، يعني يقول لك بركة العلم في إسناده عشان ما تنسبش لنفسك حاجة أنت ما عملتهاش. يبقى اللي صوبها الإمام البيجوري في الحاشية وقال رفع الصلب من غير الركوع، يعني زود كلمة الركوع. أما اليوم فوقفنا على قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، يعني المرأة أحكام الصلاة للمرأة كأحكام الرجل سواء بسواء، إلا أن في خمسة أشياء المرأة تخالف فيها الرجل. فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، والمقصود بالمرأة هنا الأنثى، يعني مش شرط تبقى المرأة الكبيرة، يعني حتى ولو بنت صغيرة بتعلمها الصلاة تعلمها كده. والرجل المقصود به برضه الذكر، يعني ولو صبي تعلمه. وذكر المصنف ذلك في قولي والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. أول حاجة، فالرجل يجافي، أي يرفع مرفقيه عن جنبه، ويقل، أي يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. يبقى أول حاجة أنه يجافي، يعني مرفقيه لما يجي يركع ويسجد بيبعد مرفقيه كده ويجنح كده، إن لم يكن طبعا مأموما فما يؤذيش اللي بجواره، لكن لو بيصلي إماما أو منفردا يعمل كده. وبعدين يقل، يعني يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يعني يبقى في نشاط، يشفط بطنه كده أو يرفع بحيث ما تبقاش بطنه راقدة على فخذيه أثناء السجود ولا في أثناء الركوع. ثالث حاجة، ويجهر في موضع الجهر. موضع الجهر الركعتين الأولتين من صلاة الصبح، اللي هي صلاة الصبح عموما لأنها ركعتان، والركعتين الأولتان من المغرب والعشاء، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وكذلك صلاة تراويح رمضان، وكل صلاة ليلية يجهر فيها، وكل صلاة نهارية يسر فيها، وكذلك صلاة خسوف القمر يجهر فيها، لكن ما فيش جهر في صلاة الجنازة سواء صلى ليلا أو نهار، صلاة الجنازة لا جهر فيها.
يبقى يجهر في موضع الجهر، وتقدم بيانه في موضعه. رابع حاجة، وإذا نابه أي أصابه شيء في الصلاة أراد ينبه حد يسبح، الرجل يقول سبحان الله، حصل حاجة نابه شيء يعني حدث له أو أصابه شيء في الصلاة سبح فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام أو أطلق لم تبطل صلاته، لكن لو قصد الإعلام فقط دون الذكر بطلت صلاته عند الشافعي لأنه صار كلام خارج عن الصلاة. ده خاص بالشافعية الحتة دي، لكن باقي المذاهب ما نوهوش، يعني هو يقول سبحان الله وخلاص ما تكلموش على القصد فيه. لكن الشافعية لو قالوا لو قصد بسبحان الله الإعلام فقط دون قصد الذكر كأنه بيتكلم خارج الصلاة، يبقى في الحالة دي تبطل صلاته على مذهب الشافعي إن كان عالما بالحكم، إن كان عالما بالحكم. لكن لو أطلق قال سبحان الله كده ما قصدش حاجة لا ذكر ولا إعلام لكن نباه شيء فقال سبحان الله لا تبطل صلاته. وكذا إن قصد الذكر فقط أو قصد الذكر والإعلام معا كل الأحوال دي لا تبطل صلاته. خامس حاجة اللي بيخالف فيها الرجل المرأة في الصلاة عورة الرجل ما بين سرته وركبته، أما هما يعني السرة والركبة فليس من العورة ولا ما فوقهما في الصلاة. خد بالك إن دي عورة الرجل في الصلاة، لكن عورته أمام النساء كل بدنه، المرأة ما تنظرش ليه لأنه مطلوب إن هي المرأة الأجنبية. مش معنى كده أنك أنت تغطي كل بدنك، لا، يعني الرجل أمام المرأة الأجنبية يجب علي أن تغض طرفها عنه فلا تنظر إليه، فهو بالنسبة لها كله عورة. وكذلك المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل الأجنبي هي كلها عورة بالنسبة له، فعلي أن يغض طرفه عنه. أما في الصلاة فعورة المرأة في الصلاة معروف كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، يبقى عورة الرجل ما بين سرته وركبته أما هما فليس من العورة ولا ما فوقهما. الرجل ليه كذا عورة، يعني عورته في الصلاة معروفة ليه بين السرة والركبة، وكذلك ولو في خلوته عورته السوءتان بس لو مختلي بنفسه، السوءتان بس، لكن هو مختلي بنفسه حتى لو قاعد في مكان مغلق عليه لا يجلس عريانا، مش من الأدب. يبقى الرجل ولو مختلي بنفسه منفردا في مكان يبقى يغطي السوءتان، واضح؟ عورته أمام المرأة زي ما قلت لك كل بدنه، يبقى ما يصحش ان الرجل يقابل امرأة أجنبية مثلا ايه ومعري نص فؤان يقول لك ما انا عورتي كده، ده عورتك كده في الصلاة، مش معنى كده تقابل النساء كده او تقف في البلكونة كده زي ما بيقف بعض الشباب يقول لك ما انا مغطي عورتي، لا دي عورتك في الصلاة غير في الشارع غير في البلكونة غير في النادي وهكذا. فالواحد ياخد باله ان العورة لها مواقف مختلفة. يبقى الامور اللي يخالف فيها الرجل المرأة، الرجل يجافي مرفقيه عن جنبي ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يجهر في موضع الجهر، وإذا نبه شيء في الصلاة سبح، وعورة الرجل ما بين سرتي وركبتي. الركبة مش داخلة في العورة، يعني لو بنت ركبته في الصلاة ما تبطلش صلاته، لكن ما فوق الركبة. وكذا السرة لو بانت وما كان في محازتها من الظهر، يعني ايه تعمل خط كده من السرة بمحازته من الظهر، لان في ناس كتير يجي يصلي بالذات لما يبقى لابس بنطلون ولا حاجة يجي يوطي كده تبص تلاقي ظهره كله يبان لحد ما هو أسفل من السرة في الجزء الخلفي، دي تبطل صلاته. فلازم ياخد باله الإنسان اللي هي طبيعة جسمه، في ناس تخان كده شوية وبتاع والفلنة تبقى سيارة، ما يجي يركع كده تبص تلاقي الفلنة تطلع أو مش لابس فلنة أصلا، فلازم يراعي بقى ساعات ما يجي يصلي يلبس جلابية بقى، يلبس حاجة طويلة عشان لما يجي يسجد ويعمل ياخد باله من الحكايه اللي انا بتبطل صلاه ناس كثيرين. والمراه تخالف الرجل في الخمسه المذكوره. احنا قلنا الرجل يجافي يبقى المراه تضم. تضم بعضها الى بعض لان الاصل في المراه الستر، مبناها على الستر. فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها
وبرضو ايه المرفقين تلزقهم بجنبيها، لكن ما تلمس الارض بالمرفقين اثناء السجود، لا الرجل ولا المرأة، لان الهيئة دي منهي عنها وان كانت الصلاة تبقى صحيحة. تضم بعضها الى بعض فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها وتخفض صوتها، يعني ما تجهرش في موضع الجهر في وجود رجال. لو هتصلي صلاة فيها جهر في وجود رجال لا تجهر، تبقى صلاتها سرية. إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، طب هي بتصلي وأبوها قاعد تجهر، كويس زوجها قاعد ابنها قاعد تجهر، لكن بتصلي في موضع فيه رجال أجانب، والأجانب اللي هو كل ما يحل لهم أن يتزوجوها لو لم تكن غير مزوجة، دول اسمهم الأجانب، مش الأجانب يعني السياح يعني، لا يقول لك احنا فيش اجانب ده كلهم مصريين لا دي فالاجانب في ايه في لغه الشرع الشريف بالنسبه للمراه هم كل ما يصلح ان يكون زوجا لها ان لم تكن متزوجه يبقى اسمه اجنب عنها، يعني يسموها الحر مع التأبيد. الحر مع التأقيد برضو اجنبي، يعني زوج اختها دي حر مع التأقيد يعتبر أجنبي في هذا الحكم، واضح؟ فبرضه ما تجهرش لأنها بتكلمه بره الصلاة، لكن الصلاة ليها الأدب. طب وإن جهرت صلاتها صحيحة بس خالفت الأدب. وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، فإن صلت منفردة عنهم جهرت، يعني في حجرتها في وجود مع أهلها مفيش مشكلة. وإذا نابها شيء في الصلاة اعملي، ما تقولش سبحان الله، المرأة بقى تصفق، تخبط كده، تخبط بطن إيدها اليمنى على ظهر اليسرى. لما المرأة ما تقولش سبحان الله، ولا تستفتح على الإمام الأجنبي، يعني افرض الإمام بتصلي خلف إمام أجنبي عنها، فوقف في سورة في آية في حاجة وهي حفظاها، ما تستفتحش عليه، تسيبه هو يصرف نفسه، ناسي مش إشكال، هيجرى حاجة، يخش في صورة تانية، ينقل على الآية اللي بعدها، يعني حكاية بسيطة، يركع وخلاص التبس عليه القرآن يركع، يعني في كذا حل، فهي لا تستفتي عليه ولا كانت حافظة، واضح؟ إلا إن كان أبوها زوجها أخوها بيصلي بيها، لا إن هي تستفتي عليه. يبقى إذا نبا شيء في الصلاة صفقت بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال، فلو ضربت بطنا ببطن كده اهو زي ما بيسقفوا في الافراح والحاجات دي بقصد اللعب بطلت صلاته، ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاته. طب افرض ايه ما تعرفش، سمعت ان التصفيق للنساء فلقت الامام حصل حاجه فصفقت كده، تعرفش ان إيه ولا تقصر اللعب، صلاتها صحيحه، يبقى الصلاه صحيحه. وعشان كده فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب طبعا، ولو قليلا مع العلم بالتحريم بطلت صلاتها، كل دي قيود. يبقى لو عملت كده لا تعلم بالتحريم ولا تقصد اللعب صلاتها صحيحة. والخنثى حكمها كالمرأة في الصلاة، الخنثى تلحق بالأنثى احتياطا، لأن الخنثى احنا مش عارفين هل ذكر ولا أنثى، فنمشي معاه في بعض الأحكام احتياطا، إيه إنه أنثى فلا يخلى به لا يخلو به، ويبقى عورته عورة كاملة كالمرأة، وعورته في الصلاة كل البدن مع الوجه والكفين الخنثى كده، لكن في الإرث نورثه ذكر ولا أنثى، نشوف البول بيطلع منين، إن كان بيطلع من موضع الذكر يأخذ بول، يعني إيه أتبعه الميراث البول، فإذا كان بيخرج بوله من العضو الذكري اللي فيه ياخد ميراث ذكر، بيخرج من موضع الأنثى فيه ياخد ميراث أنثى، كويس؟ يبقى والخنثى كالمرأة. بعد كده بقى بالنسبة للعورة، عورة المرأة تختلف عن عورة الرجل في الصلاة طبعا، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجا وكفيها، دي عورتها في الصلاة، والحرة هنا يعني غير الأمل رقيق، يعني الرقيق عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، المرأة الرقيق عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، كويس؟
مش معنى كده تروح تصلي في الجامع الأمة وتستر بين السرة والركبة وتسيب بقى ثديها باين، لا مش معنى كده. يعني لو بتصلي في مكان خدمتها، لأن تملي الإماء كانوا في مكان الخدمة، اللي في المطبخ واللي بتربي العيال واللي بتنظف الشقة، كان الإماء كده قاعدين في الخدمة، فتيسيرا عليهم في الشرع الشريف تخفف في العورة معاهم عشان ما تضيعش عليهم الصلوات، تقوم تصلي على هيئتها في مكانها وخلاص، لكن ليس في حضور رجال أجانب برضه، لأن عورة الأمة أمام الرجل الأجنبي كعورة كسائر النساء. مش يقول دي أمة بقى أبقى أبص لها وأتفرج عليها، ما ينفعش، لأن هي امرأة برضه أنثى، يجب أن تغض طرفك عنها، لأن في ناس بتختلط يقرأ العورة في الصلاة يفتكرها العورة مطلقا. غلط، العورة في باب الصلاة غير العورة في باب النكاح، تخش في باب النكاح تلاقي العورة ليها حدود مختلفة وهكذا. فتاخد بالك من النقطة دي، لأن في كتير من الناس بيقرأوا الفقه بطريقة خطأ يعني. ها؟ هو ده هي ملك يمينه، صلي أمامه كده. ملك يمينه. والأمة كالرجل فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. بالنسبة للمرأة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها دي عورتها في الصلاة. فيجب ستر بقى ايه؟ قدميها وباطن قدميها. فلو صلت وقدميها باينين صلاتها باطلة عند الشافعية والمالكية والحنابل. المرأة. طب امال الستات اللي بيصلوا رجليهم باينة دول مين؟ صلاتهم صحيحة على مذهب الأحناف. قياسا على الكف. الأحناف قاسوا القدم على الكف. وقالوا ما القدم بالنسبة للرجل كالكف بالنسبة لليد، وطالما يظهر كفيها يبقى يظهر قدميها. لكن الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا أن العورة تعبدية فلا يقاس عليها، القياس فيما يكون معروف علته، والعورة دي شيء تعبدي فما أقدرش أقيس، أقيس على أي أساس؟ فما وافقوش الأحناف في القياس ده، المالكية والشافعية والحنابلة، وبينهم مناقشات كبيرة في كتب الفقه المقارن. فالمرأة اللي صلت صلوات قبل كده ورجلها باينة تبقى صحيحة على مذهب الأحناف، وما تعملش كده تاني، ما تعملش كده تاني، ليه؟ خروجا من الخلاف، عشان تبقى صلاتها صحيحة على كل المذاهب. ظهر البطن، ظهر الرجل وبطن الرجل، كل الرجل لازم تتغطى زي سائر البدن بالنسبة للمرأة في الصلاة. ودي نقطة مهمة وبنركز فيها، لأن يعني مش مشهورة في فعل النساء في مصر للأسف. يعني روحنا بلاد تانية تلاقيهم مهتمين أوي، تلاقي الشوام واليمنيات والتوانسة مهتمين أوي، لازم تلبس شراب ولازم تبقى ثوباء، إلا المصريين مسهلين الأمور شوية. فعلى أي حال رضي الله عن الإمام أبي حنيفة صحح صلاته وجزاه الله عنا خير، فما يعملوش كده تاني. ليه؟ لأن قياس الأحناف في المسألة دي قياس غير مجمع على الموافقة عليه، لأنه لا يقاس في العبادات، لأن العبادات تعبدية، يقاس في الأمور المعلومة العلة. واضح؟ وعلشان كده جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها. المرأة بقى الحرة عورتها أمام أخوها وأمام أبوها بين السرة والركبة، اللي هما المحارم على التأبيد، أخوها وأبوها، خالها، يعني ممكن تقعد تردع ابنها قدام خالها، وتطلع ثديها وتردع ابنها قدام خالها، مفيش مشكلة. ليه؟ أو قدام أخوها، أو قدام أبوها، أو قدام عمها، لكن مش قدام ابن عمها، ولا ابن خالها، ولا ابن خالتها، فهمت بقى؟ يبقى عورة المرأة أمام الرجال المحارم ما بين السرة والركبة. طب عورتها قدام وقدام النساء المسلمات كمان ما بين السرة والركبة، لكن قدام الكافرة عورتها يعني جارتها مسيحية مثلا، يبقى عورتها أمام جارتها المسيحية ما يبدو منها من ثياب المهنة. يعني تشوف لبس البيت اللي بتنظف بيه البيت وبتطبخ بيبقى باين منها إيه، يبقى ممكن تشوفها بثياب المهنة، لكن ما تشوفهاش بقميص النوم العريان، ولا تقعد تردع ابنها قدامها، ولا الحاجات دي. ليه؟ لأن دي واحدة
كافرة غير مؤتمنة على عورات المسلمين، ممكن تقعد تحكي لجوزها على مفاتن هذه الجارة، قد يحدث. يبقى عورتها أمام الأجنبية الكافرة كعورتها أمام الرجل، لكن مش الرجل المعتاد، يعني مخففة شوي، يعني تشوفها بثياب المهنة. ثياب المهنة اللي هي الثياب اللي بتبقى قاعدة فيها ببيتها، بتنفض البيت، بتطبخ، بتربي العيال، ثياب اسمها ثياب المهنة. لكن عورتها أمام المرأة المسلمة الثقة كعورتها أمام المحارم ما بين السرة والركبة. عورتها أمام الرجال الأجانب كل بدنها. فيجب على الرجل إن هو يغض طرفه عنها تماما، حتى الشافعي يقول لك ولو قلامة ظفرها، لو قص ضوافرها وحطها في حتة ما تبصش لضوافرها. شوف إلى هذه الدرجة. فالإنسان ياخد باله من مثل هذه الأمور. عورتها أمام خطيبها اللي يريد خطبتها كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، لأن الخاطب لو أن يرى الوجه والكفين. يبقى الخاطب ده لسه أجنبي بس يستثنى من باقي الأجانب، إن كل الأجانب عورتها أمام كل الأجانب كل بدنها بما فيه الوجه والكفين. لكن اللي جاي يريد الخطوبة له أن ينظر إلى الوجه والكفين لأنه ده خاطب يريد الخطوبة. كده خلصنا تقريبا الأمور اللي تخالف فيها إحنا شايفين الرجالة بيحبوا الوقت في زماننا ده، وده جهل مدقع ما عرفش جابوه منين، يقف يصلي يفتح رجليه كده. دي مش مكتوبة في أي كتاب فقه، ما شفناهاش في أي حتة في الدنيا إلا في شبان بتوع اليومين دول، ما عرفش جابوها منين. يجي يبقى ماشي عادي معتاد كده، هيصلي يروح فاتح رجليه كأنه هيلعب رياضة مصارعة، ولا الله أكبر. ليه بتلعب مصارعة روماني؟ اولا فتح الرجلين بطريقه زائده ده ضد الخشوع وضد الادب. يعني تصور انت مثلا ابنك بيكلمك وفتح رجليه كده، هتقول له يا ولد ضم رجليك يا ولد تأدب، يعني تعتبرها حتى دي ضد الادب. والمفروض ان الانسان يعني ايه يراعي الادب عند وقوفه امام الله خاشع. نص الاحناف على ان المسافه تبقى بين القدمين 4 أصابع، يعني قريبين لبعض بحيث بينهم 4 أصابع. والشافعية قالوا أقصاها شبر، يعني 20 سنتي، ما يزودش عن كده وإلا هتبقى منتقدة. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فتضم رجليها، واخد بالك؟ المرأة بقى ما تجيش في بعض النساء بيقلدوا الرجالة، بتشوف جوزها بره ويفتح رجله كده تيجي تصلي تروح عاملة رجليك. طب هو راجل وبيعمل غلط، هتعمل أنت زيه وهتبقي عملتي غلطين، بتعملي الغلط بتاعه وهو راجل، وبتعملي غلط تاني ان المرأة المفروض تضم خالص. فالواحد ياخد باله من مثل هذا. لا ما حدش نص على الكلمة دي، ده الناس بيقولوها بالعقل ابدا. الشافعي قالوا شبر والاحناف قالوا 4 أصابع. المهم يقف وقفة خاشعة، يقف وقفة خاشعة ما يفتحش رجله كده، الوقفة اللي تبقى مريحة وتكون فيها خشوع، لا يبالغ في الضم ولا يبالغ في الفتح، واخد بالك؟ بس ومع القدم بالقدم هم خلوهم يعملوا كده ليه؟ يفتحوا يقول لك أصل القدم بالقدم، هو القدم يعني بالمحاذاة مش بالملاصقة، الباء هنا للمحاذاة وليس الإلساق. هو عنده كل باء للإلساق، مين قال لك تقعد تلزق في اللي جنبك يزعل منك؟ وعلشان كده تلاقي طول الصلاة قاعد تلوم انت رجلك عنه، يروح مفرشحك ويخبط فيك يخرجك من خشوعك. مش دي في الناس بتعمل كده؟ فالطريقة دي غلط، ما ينفعش يا جماعة، الطريقة دي مش أدب المسلمين في صلواتهم. دي شوية جهلة جابوا كتب قعدوا يقروا ما فهموش وابتدوا ينفذوا، نبطل الحكاية. يبقى القدم بالقدم يعني الباء للمحاذاة وليس للإلساق، لأن لا شك أنك أنت لو لزقت جلدك في جلد اللي جنبك هتسرح. ومش كده، يا ريت حتى بيلزق ده بيبقى حاطط نص رجله على رجلك كمان، في بعضهم يقعد يقرص فيك. وبعدين في ناس يعني ايه بتبقى يعني عصبيه، راجل كبير وراجل عصبي عنده التهاب في الاعصاب، عنده تنميل في رجله، عنده اي حاجه، يخلص الصلاه يقعد يتخانق مع الناس، عاملين مشاكل في المساجد. فالواحد يبطل الحكايه دي وينبه عليها بالراحة كده لحد بس ما ربنا ياخد بإيديهم ويتعلمهم. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا،
مبطلات الصلاة مهمة، أي واحد لازم يعرف مبطلات الصلاة. طبعا الذي يبطل الصلاة هنا غير ما ذكرش فيها ترك ركن من الأركان، لأنه المفروض أنه شرح لك الأركان، لكن المفروض أنه كان يتقال ترك ركن من الأركان يقولها بس ما قالها. لكن لازم تكون عارف أن أي ركن من الأركان السابقة الصلاة فيها 18 ركن، احنا قلناهم قبل كده في باب اركان الصلاه، فترك اي ركن من اركان الصلاه يبطلها مبدئيا كده. واضح؟ احنا عندنا القيام مع القدره، يبقى ترك القيام مع القدره في الفريضه بطلت صلاه. واضح؟ عندنا مثلا تكبيره الاحرام، لو ما كبرش تكبيره الاحرام بطلت صلاه. وعندنا النيه، لو لم ينوي مع تكبيره الاحرام بطلت صلاه، لان لم يدخل في الصلاه اصلا. عندنا الركوع، لو ما ركعش يعني بعد ما قرأ الفتحة هوى ساجدا وما أدركش الركوع، يبقى بالطريقة دي واستمرت صلاته على كده وحسبها ركعة، صلاته بطلة. لو سجد سجدة واحدة صلاته بطلة. لو لم يقرأ التشهد في الركعة الأخيرة صلاته بطلة. لو لم يصلي على النبي في الركعة الأخيرة صلاته بطلة. لو لم يسلم التسليمة الأولى صلاته بطلة. ولما يسهو في الأركان يجيبها ويسجد للسهو، يجيبها لكن ما يتركهاش. ما هو الأركان لما تسهى عنها تعملها برضه، واخد بالك، وبعدين تسجد للسهو. لكن الأبعاد اللي هي من السنن، الأبعاد دي لو سيت عنها وراح موضعها ما تعملهاش لكن تسجد للسهو. فيبقى مبطلات الصلاة مبدئيا الأول خالص ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط، أو ترك شرط من الشروط. يعني إيه؟ يعني صلى الظهر قبل دخول الوقت، صلى إلى غير قبلة، كل دي مبطلات للصلاة. صلى وعورته باينة، ما سترش عورته. صلى وعليه نجاسة، احنا قايلين الثوب الطاهر والموضع الطاهر وتجنب النجاسات. يبقى أنت ممكن تستنتج مبطلات الصلاة من قبل ما نقراها كده، معروف من بالمعلومات السابقة. ما أنت عشان تصلي لابد تبقى طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، مش كده برضو؟ يبقى لو صلى به حدث صلاته بطلة. عندنا قراءة الفاتحة لابد منها في كل ركعة، ولو قرأتش الفاتحة صلاته بطلة. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يبقى ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم صلاته بطلة، وهكذا. كل دي معلومات سابقة. هنعمل قاعدة مخصوص في موضوع السهو بعد ما نخلص دول. شوف لو قلبت الصفحة كده، والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. هتيجي بس المرة الجاية، فإيه مش عايزين نخش فيها. قلناها أنت ما حضرتش أول. الشافعية يستحبوا التلفظ، يستحبون التلفظ الشافعية، ولا يجيبون ولا يجب، لكن التلفظ عند الشافعية مستحب لأنه يعين القلب على النية. وقول المالكية أن التلفظ بالنية بدعة، أي بدعة يعني معناه مش بدعة ضلالة، يعني مستحدث ما كانش أيام الصحابة. طب استحدثه الفقهاء ليه؟ لأن الناس تشوشت قلوبهم بسبب انشغالهم في أمور الدنيا، فيجي يحاول يقول الله أكبر ويجمع دي صلاة إيه، يلاقي قلبه لسه مشوش، فاللسان بيعين القلب فلا بأس. يبقى بدعة عند الملكية، يقول لك والتلفظ بها بدعة، بيقولوا كده. ما هو بدعة، نص الملكية بدعة، بس مش بدعة ضلالة بالمفهوم بتاع اليومين دول. بدعة يعني ايه؟ يعني لم تكن في الايه، في السلف الصالح لعدم انشغالهم الزائد بامور الدنيا فدخلت قلوبهم، كانوا مشغولين بالدنيا بس بابدان، لكن قلوبهم مع الله. تغيرت الاحوال وطلع ناس الدنيا ماليه قلوب، والرسول قال كده صلى الله عليه وسلم ان الاجيال اللي هتيجي بعد كده الدنيا هتدخل قلوبها ويتنافسوها، مش كده برضو؟ فدخول الدنيا في القلوب بتشوش على الانسان عبادته، فيبقى التلفظ بها يعين على انك انت تستحضرها في قلبك. وعلشان كده الشافعيه قالوا انها مستحبه وان كانت بدعه. ليه؟ لانها تعين على استحضار. يا سائلي عن شروط النيه، القصد والايه والتعيين والفرضية، أي كده الإمام البيجوري. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات لازم تبقى في النية متوفرة. القصد إنك تقصد الصلاة وتعين دي صلاة إيه،
واخد بالك ازاي؟ وتنص على الفرضيه. يعني ما ينفعش تقول نويت صلاه ظهر تقول فرض الظهر. ايه ظهر دي؟ طب ما الظهر ليه سنن، ما لازم تقول فرض الظهر. ما تنفعش تقول نويت صلاه صبح او الصبح، طب ما الصبح دي سنه وفرض. تقصد ايه بيهم؟ تقصد السنه تنعقد سنه، تقصد الفرض تنعقد فرض. عشان كده يا سائلي عن شروط النيه، القصد والتعيين يعني تحدد ادي صلاه ايه، والفرضيه تنص على فرض انها فرض. واضح؟ وتكون مع تكبيره الاحرام او قبل تكبيره الاحرام بلحظه لطيفه، يعني تقولها وبعدين تكبر تكبيره الاحرام. هنعد بقى مبطلات الصلاه اللي هي لو صلى عامل الاركان وعمل كله وعمل حاجه تانية ابطلتها، نشوفها بقى هنا في الباب ده. فصل في عدد مبطلات الصلاه والذي يبطل به الصلاه 11 شيئا. الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، يبقى الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين. أقل الكلام العمد إيه؟ حرف مفهم. أنت كاتب عندك إيه؟ اقرأ لي النص اللي عندك. نشوف هنا في البيجوري قايل إيه؟ والذي يبطل به الصلاة، والذي يبطل به الصلاة 11. هي به الزيادة دي بتاع أبو القاسم ابن قاسم الغزي، دي زيادة الشارح. يعني النص بتاع أبي شجاع والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. كويس؟ فهو بقى إيه كتب؟ والذي يبطل به الصلاة، زود به شرحا يعني، 11 شيئا. الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، أقل كلمة صالحة لخطاب الآدميين إيه؟ حرف مف. أما أقول لك قي، دي حرف هي. يعني قي فعل أمر من إيه؟ من التقوى. فهمت إزاي؟ فممكن يبقى الحرف تبقى كلمة مكونة من حرف، وبالتالي عند الشافعية لو تكلم بحرف بطلت صلاة. كويس؟ يعني مثلا حب يدفل فقال تف، تهفه، بطلت صلاة. فما ينفعش يقول تف كده، حط ايه في المنديل وتف. او يجي يعطس يقول عطسي، عين طه سين يه، ما ينفعش. يبقى ده كلام يبطل الصلاة. واضح؟ يبقى عايز لو خرجت منه غصب عنه خلاص، احنا بنتكلم على انه عملها كده وكان ممكن ما يعملهاش كده. واخد بالك؟ خلاص بقى، خلاص اللي فات اللي فات. كويس ان شاء الله، عفى الله عما سلف ومن عاد فربنا ينجيه. بلاش نقول فينتقم الله منه، نقول ربنا ينجيه يا سيدي. والذي يبطل به الصلاة 11 شيئا، الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أم لا. كلمة سواء تعلق بمصلحة الصلاة دي إخراج لمذهب المالكية. عند الشافعية لا يجوز الكلام ولو لمصلحة الصلاة. واضح؟ المالكية بقى يجيزوا الكلام لمصلحة الصلاة. يعني الإمام وقف لخامسة وقلت له سبحان الله مش عايز يقعد، فتقول له وقفت لخامسة اجلس. كل ده جوه الصلاة ولا تبطل عند الملكية. عند الشافعية لو عملت كده تبطل صلاة. واضح؟ وعلى شكر قال سواء تعلق بمصلحة الصلاة إخراجا لمذهب المالكية الذي أجاز الكلام لمصلحة الصلاة أو لا. طب افرض خرج منه الكلمة عفوية بدون ما يشعر، يعني ركبه بتوجعه وهو قايم قال خلاص عفوية من الألم ما يجراش حاجة. كانت لي عم الله يرحمها كانت إيه ركبها بتوجع وعندها شاشة عظام، فكانت لما تيجي تقوم من الصلاة الله يا ركبي جوه الصلاة، أقول لها يا عمتي كده ما ينفعش ده كلام، تقول لي والله بتخرج مني غصب عني. فكنت مستعجب، أنا كنت أقول لها كده كنت صغير ساعتها. لما كبرت بقى وقريت في حواشي الحواشي قالوا لو خرجت عفويا صلاة صحيحة، وطلعت فقيها.
فالحمد لله. لكن انا كنت اظن ساعتها ان صلاتها بطل على اعتقادي كده وعلى معلوماتي، فلو خرجت عفويه غصب عنها وقد دي، لكن الاحسن الواحد يراعي الادب يعني. انا الوقت كنت بصلي في العربيه استنت المغرب، انا متعود اعمل كده يعني، فلحظه كده وانا بقرا التشهد قبل ما اسلم لقيتهم بيحفروا، ففتحت الازاز بقول له بتحفروا ليه؟ انا قلت ايه ده؟ انا بصلي. فروحت كملت الصلاه وسلمت وخلاص، لانها خرجت ناسيا، خرج مني ناسيا. يبقى ايه؟ لازم يبقى عامدا ذاكرا، واخد بقى؟ عامدا ذاكرا عشان تبطل الصلاه. لكن لو جت عفويه او ناسي خالص، يعني شاف ابنه مثلا داخل المطبخ وهيمسك الحله السخنه وهتقع عليه، قال يا ولد، جت منه عفويه كده سبب لهفه، ما تبطلش صلاه. واضح؟ فالامر رحمه يعني، لكن ما يعملش كده. مش كل بقى مره يقعد يتكلم نص ساعه في الصلاه ويقول لك الشيخ قال عفوي. عفوي ايه نص ساعه؟ ما ينفعش تيجي يعني تغلبك يعني. والكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. يعني الباب بيخبط، الباب بيخبط وهو واقف بيصلي، واقف جنب الباب، أم قال إيه؟ ادخلوها بسلام آمنين، عشان اللي جوه اللي بره يدخل. إن قصد التلاوة مع الإعلام صحت صلاته مع الكراهة، وإن قصد الإعلام دون التلاوة بطلت صلاته لأنه صار كلام، واخد بالك؟ أو يا يحيى، ابن اسمه يحيى، خذ الكتابة، وشاور له كده الكتابة اللي على المكتب يعني. ما هي الآية، يا يحيى خذ الكتابة وقوة. وقصد إعلامي فقط دون التلاوة بطلت صلاته بالإجماع، لكن لو قصد التلاوة مع الإعلام بطلت صلاته مع الكراهة لأن خرج من الخشوع. واضح؟ وأما العمل والعمل الكثير، العمل الكثير اللي نسميه الحركة، العمل الكثير بقى الحركة، الحركة المبطلة للصلاة عند الشافعية ثلاث حركات متتالية في ركن واحد، ثلاث حركات متتالية في ركن واحد، يعني يمشي خطوة ويضم ليها رجله، أدي حركتين، كويس؟ لو عمل الثالثة تبطل صلاته ورا بعض، إلا لو كانت الحركة لمصلحة الصلاة، بيسد فرجة في الخط الصف اللي أمامه، معلش طالما بيسد فرجة في الصف. ها؟ لا، وعندنا احنا لو أن يتحرك لمصلحة الصلاة، الحركة المبطلة هي الحركة التي لا ضرورة لها، ليست لمصلحة الصلاة، وتكون ثلاث حركات متتالية. ها؟ يعني بعضو واحد، بعضو واحد في وقت واحد، انما لو متفرقين مش مشكله. يعني ممكن ان انا مثلا ايه اخطي خطوه واحده وانا قاعد اقرا الفتح، وبعدين وانا بقرا السوره اخطي خطوه، سوره طويله اخطي خطوه كمان، على ما اخلص السوره الاقي نفسي بقيت عند الحيطه اللي هناك، طالما مش متتاليه. واضح؟ يبقى هي المتتاليه بس هي المشكله. والمقصود الحركة تكون بعضو وليس بإيه؟ بجزء من عضو، يعني مش بصباع. لو صباع زي هرش مثلا كده، يعني دي كذا حركة يعني يهرش، بس دي بصباع مكروه بس، لكنها لا تبطل الصلاة. والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة، بينش دبانة، بينف في المنديل لأنه عنده زكام، حاجات الضرورية دي اللي تعينه على أنه يصلي ما فيهاش مشكلة، لكن ما يزبطش الساعة. المحمول الوقت في زماننا رن وانت ناسي وهيشغل الناس، طلعه واقفله وحوله سايلنت، كل ده في الصلاة لمصلحة الصلاة، بس تبقى حركات سريعة، مش تقعد بقى انت مش عارف اصلا المحمول بيتعمل سايلنت ازاي وتقعد بقى تفكر، جايبه لسه جديد ونفتح الكتالوج
ما ينفعش بقى كده، ما ينفع، واخد بالك؟ لكن ممكن لو التليفون رن وهيزعج الناس طلعه من جيبك، واخد بالك، واطفيه وحطه تاني، ما يجراش حاجه، وده ما يبطلش الصلاه، بل بالعكس ده لمصلحه الصلاه عشان يعين على الخشوع. والحدث الاصغر والاكبر طبعا، يا اما طرأ يا اما دخل به، لو طرأ على الصلاه ابطلها او دخل به غير متوضئ، كل ده يبطل الصلاه. وحدوث النجاسه التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوب، يعني حدث نجاسة لا يعفى عنها ولو وقع على ثوب نجاسة يابسة، فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. يابسة يعني مثلا افرض قطعة براز ناشفة يابسة وقعت عليه وهو بيصلي، فنفضها بسرعة كده لا تبطل صلاته، لكن حطها في جيبه ما تنفعش. السجاير نجسة، السجاير الدخان اللي جوه السيجارة ده بينقعوه في خمور، والخمرة نجسة، يبقى السجاير دي نجسة، اللي يصلي وعلبة السجاير في جيبه صلاته باطلة لأنه حامل نجاسة. يبقى إذا ابتلي بالتدخين يبقى يسيب السيجارة، علبة السجاير بعيدة عن موضع صلاته، لا يحملها ولا يشيلها في حتة بعيد. لا ليه؟ لان لما تسال الناس اللي بيصنعوا السجاير يقول لك ان الدخان ده التبغ بيطبخوه طبخ معين في المصانع ويتعاملوا معاه معاملات معينه كده، من ضمن هذه الخطوات ان هم بيحطوا عليه انواع من الخمور تديله نكهه، وعلشان كده كل سجاره ليها نكهه مختلفه. والخمر عندنا، مش عندنا بس، ده عند المذاهب الاربعه نجس، كويس، وبالتالي تبقى علبة السجاير نجسة، نجاسة يابسة، يابسة يعني مش طرية، يعني مش سائلة. ويبقى لو حد وقع عليك سيجارة وانت بتصلي انطرها بسرعة وما تدخلش انت الصلاة وانت حامل العلبة، واضح؟ خد بالك ازاي. يمكن بتوع السجاير لو عرفوا الحكاية دي كل مرة يكره السيجارة بقى، يمكن يبطلها، يمكن، نرجو ذلك. لكن ايه، ويمكن يبطل الصلاة، كل واحد على حسب بقى ايه حظه مع الله. اصل في اهل توفيق وفي اهل خذلان، لو هو من اهل التوفيق هيتجنبها، لو كان من اهل الخذلان والله لو قلت له ايه هو حد. ما هو في منهم من يسبق عليه الكتاب، فربنا ينجينا. يبقى لو وقع عليه نجاسة لا يعفى عنها ويابسة نفض ثوبه منها حالا لم تبطل صلاة، يعني دخل في الصلاة وهو في الصلاة في لحظة كده افتكر ان في جيبه علبة السجاير، حط ايده في جيبه ويرميها كمل صلاة، واخد بالك؟ ما يضرش. لا، لو حطها قدامه ما يضرش، لان طالما مش في موضع سجوده، في الفراغ اللي بين سجوده وبين جلوسه لا يضر، يعني لو في نجاسة في الفراغ ده ما يضرش الصلاة. يعني لو ابني بال، ابني الصغير بال في الموضع الفراغ اللي بين سجودي وبين وقوفي، واخد بالك، صلاتي صحيحة وأكمل صلاة، واضح؟ لأن المفروض إن المكان الطاهر هو المكان اللي هيمسه جسدك، واضح؟ إنما الفراغ ده مالكش دعوة. لو وقعت نجاسة يعني مثلا ايه، يعني رعف نزل نزيف من انفه وبيصلي، لابد انه يقطع صلاته ويشطف الثوب لان الدم نجس، ويشطف الدم اللي جاء على فمه، لكن ما يعيدش الوضوء لانه لا ينقض الوضوء، واضح؟ عند الشافعية الدم لا ينقل الوضوء، خروج الدم لا ينقل الوضوء عند الشافعية، لكن يجب غسله لأنه نجس. عند الأحناف عندهم ينقل الوضوء، الدم السائل، الدم السائل يعني لو سال، يعني خرج عن موضعه مشي، ده عند مين؟ الأحناف. لكن عند المالكية والشافعية النجاسة، وكذا الحنابلة قولان، يعني الحنابلة برضه ليهم قول يشبه
الاحناف، واليوم قول ايش بالملكيه، واليوم قول ايش بالشافعيه. عشان كده ما بنصش على الحنابله كتير، لان لو قلت الثلاثه الحنابله هيخشوا في واحد او اثنين منهم. قلما ما يكونوا انفردوا براي، قلما. الامام احمد بن حنبل غلب عليه الحديث اكثر ما غلب عليه الحديث. والحدث الأصغر والأكبر وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنقض ثوبه حالا لم تبطل صلاة. طبعا في معفوات، هو عامل ضمادة على جرح عنده والدم ناشع منها، ده معفو يصلي ما يجرش حاجة. ده باب المعفوات. برضه سلس البول، بس ما يصليش في الجامع، ما يصليش في المسجد، يصلي في بيته عشان ما يلوث المسجد. وانكشاف العورة عمدا، انكشفت العورة، جاء ريح كده رفع ثوبه وكانت الدنيا حر، قال والله حلوة كده جميلة تراوح، يبقى هنا ابتدى عفوي فانتهى عمدا، تبطل صلاته. لكن أول ما جاء الريح رفع الثوب فرده على طول، صلاته صحيحة. واضح؟ وانكشاف العورة عمدا، فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاة. وتغيير النية برضو دي من مبطلات الصلاة، كأن ينوي الخروج من الصلاة، يعني نوى الخروج من الصلاة تبطل صلاته، بخلاف الصوم. لو نوى الخروج من الصوم ولم يأكل يفضل صومه صحيح. واضح؟ لكن في الصلاة لو نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته. ما يبطل الفريضة يبطل السنة. يعني ينفع تصلي السنة من غير وضوء؟ ينفع تصلي السنة وعورتك باينة إلى غير قبلة؟ نفس الحكاية، هي الأحكام. الصلاة صلاة نفس الأحكام. وإن كان في السنة ممكن تصلي إلى غير قبلة لو كنت مسافرا على الدابة، بس لا للمسافر. أيوه. تغيير النية برضو ساعات بتحصل. واحد دخل الجامع عايز يصلي الظهر فما لقاش حد، فقال لما اصلي السنه لحد ما يجي واحد نصلي مع بعض. فدخل نوى السنه فلقى واحد دخل نوى وراه، بيقول خليها ظهر، هنا بطلت صلاه، لان هو نوى سنه الاول فما ينفعش يدخل عليها ظهر. واضح؟ احنا مالناش دعوه بالمأمون، الوقت بنتكلم على اللي غير نيته. ما عند الشافعيه اصلا لو انتقدت وضوء الإمام وكمل صلاته، صلاته فاسدة والمأموم صحيح عند الشافعية، لأن لا يشترط صحة صلاة الإمام لصحة صلاة المأموم عندنا. عند الأحناف لو بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. فأنا بنتكلم على الإنسان اللي بيصلي نفسه ما يغيرش نيته. يعني أنت صليت تحية مسجد لحد ما يجي حد عشان تصلي معاه الفريضة، فجاء واحد نوى وراك خليها زي ما هي تحية مسجد، يقول لك طب ما هو لو نوى ورايا يبقى انا كنت عايز اصلي جماعه، اعمل ايه؟ شاور له كده بس، شاور او اعمل له كده. ما يجراش حاجه، لا الاحسن تبتدي صلاتك معاه خروجا من الخلاف مع المذاهب الاخرى. فيبقى في الحالات دي تعمل ايه؟ لك ان تشير في الصلاه. الاشاره المفهمه في الصلاه ليست كلام، في المعاملات كلام، في الصلاه مش كلام. فلك أن تشير في الصلاة، يعني تقول له كده أو تعمل له كده، يعني بتصلي ركعتين بس انتظر، واخد بالك؟ يوم هو ينتظر جنبك لحد ما تخلص وتقيموا الصلاة وتصلوا صلاة كاملة من أولها، تبقى أجمل. أنا بعمل كده شخصيا. صلاة التراويح لما واحد مأموم هيصلي عشاء، على مذهب الشافعية بس ينفع الصورة دي، لكن باقي المذاهب لازم اتحاد نية الإمام والمأموم. لكن الشافعية يجيز ان يبقى ايه؟ نية الإمام حاجة ونية المأموم حاجة. ده مذهب الشافعية يجيز كده. نوى أن يصوم نفلاً ثم تذكر أن عليه يوم فريضة، فهل يدخل نية الفرض؟ إن لم يطلع الفجر له أن يفعل ذلك. فإن طلع الفجر لا يجوز الفريضة إلا بتبييت نية. واضح؟ لكن بعد طلوع الفجر ما ينفعش. لكن له ان يدخل نية الفريضة مع السنة لو تذكر قبل طلوع الفجر.
ايوه الدم السائل ده لو واحد الجرح ما يتنقضش وضوء عند الشافعيه، والصحابه كانت تصلي في جراحتها، واخد بالك؟ الاحناف قالوا لا ينقض الوضوء، الصحابه كانت بتصلي في جراحتها لضروره الحرب فاعتبروها معفوات في الحرب، اما في السلم لا، ده الاحناف رايهم كده. الشافعيه قالوا لا السلم والحرب سواء. واضح؟ لكن تغسل موضع الدم الخارج عن موضع الجرح، انما على قدر الجرح ما يضرش. لكن انا مجروح مثلا في الكف ده والدم في ايدي الثانيه، يبقى اغسل ايدي الثانيه بقى. فهمتني ازاي؟ وهكذا. تغيير النيه مهمه الواحد، لكن يجوز انك انت تدخل مع النيه نيه اخرى، يجوز لا تبطلها، ليها صور، فيها بعض الصور بطلة وبعض الصور صحيحة. زي ايه؟ زي نويت صلاة الظهر فنويت معاها تحية المسجد، تمشي ما يضرش. نويت صلاة الفريضة فنويت معاها سنة ايه؟ الوضوء، تمشي. نويت صلاة الفريضة نويت معاها سنة قضاء الحاجة، تمشي. سنة استخارة، تمشي. سنة إحرام، تمشي. واخد بالك؟ إذا كان آخر عهدك تدخل النيتين مع بعض، إذا كان آخر عهدك بمكة، مش تطوف طواف الوفاضة والوداع وبعدين تنام يومين في مكة، ما ينفعش، خليه آخر عهدك بمكة. لكن ما ينفعش صلوات مسمى لذاتها تجمعهم مع بعض في نية واحدة. ما ينفعش أصلي مثلا إيه سنة الظهر البعدية الراتبة مع سنة طواف، أجمعهم في ركعة، ما ينفعش. سنة طواف منفصلة، سنة الظهر البعدية منفصلة. واضح؟ لكن في سنن ما بتبقاش مستقلة، زي تحية المسجد، زي سنة الوضوء، زي ركعتي الاستخارة، زي ركعتي قضاء الحاجة، زي ركعتي سنة الإحرام. دي سنن مش مستقلة بذاتها، اي صلاة تأديها تنفع لو نوخلتها فيه. واضح؟ فيبقى جزء ادخال نية اخرى مع الصلاة في بعض الصور وليس في كل الصور، ولازم تعرف. ايوه يا سيدي، في سؤال؟ طب الحمد لله. لو مثلا في الضحى في الركعة الثانية افتكر ان هو ما الضحى دي صلاة مستقلة، وسنة الصبح القبلية دي صلاة مستقلة، فما ينفعش اصلي سنة الصبح القبلية واعتبرها كمان ضحى، ما ينفعش. واضح؟ وبعدين ادخال النية تكون مع أول ركعة، ما تقوليش بقى في الركعة الثانية أدخل نية. فهمتني ازاي؟ تكون مع أول ركعة وقبل قراءة الفاتحة. يبقى وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة، واستدبار القبلة كأن يجعلها خلف ظهر. يعني استدبر يعني التفت، التفت بكتفيه. لو التفت بكتفيه كده عن القبلة بطل الصلاة، لكن لو التفت برقبته لا تبطل الصلاة. لو أن يلتفت برقبته ولا تبطل الصلاة، وإن كان لغير عذر يبقى مكروه، ولو كان لعذر له أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات بعت واحد كده عين علشان يعرف أخبار العدو إيه، فكان بيصلي وعينه على الشعب اللي هيجي منه منتظره، يعني هيجي ولا مش هيجي. فيجوز ما يجراش حاجة، لأن العبرة باستقبال القبلة بالكتفين مش بالوجه. واضح؟ والأكل والشرب، كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، يعني ما ينفعش يأكل ويشرب وهو بيصلي، لكن الطواف مستثنى، لك أن تأكل وتشرب وأنت تطوف. والأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، يعني قاعد بيلعب بلسانه كده فطلع رزاية وراح بلعها، ما ينفعش كده وانت جوه الصلاة، ما ينفعش كأنك بتاكل، طلعها بطرف لسانك على شفتك وامسكها ارميها. واضح؟ يبقى ما تبلعش حاجة وانت بتصلي. وكذلك الشرب، الشرب زي ايه؟ لو ريقك كده متغير، طعم ريقك متغير، لسه اثر السكر اهو، وادخل في الصلاه كل ما ببلع ريق ببلع معاه شاي، يبقى كاني بشرب.
يبقى لازم ايه؟ يا اما اتمضمض يا اما احرك لساني كتير وابلع ريقي كتير لحد ما يزول الطعم، وبعد كده ادخل في الصلاه عشان ما ابقاش بشرب، لان لا يتصور ان الانسان في الصلاه هيشرب، لكن يتصور الصور اللي بقولها لك. وعشان كده مشهور عن الناس كل المسلمين الحمد لله، اما يبقى واكل وعايز يصلي واكل بمضمض كده، دي مشهوره ليه؟ علشان ما يبقاش بياكل داخل الصلاه ولا بيشرب داخل الصلاه، ولا يكون حاطط نعناعه في خده وقاعد يصلي ويمصمص فيها، واخد بالك؟ او ها محشي برضه ما يجراش حاجه بالهنا والشفا، بس يعيد الصلاه، ياكل محشي بس يعيد الصلاه. الايه؟ الاكل والشرب يعني، ما اعرفش باقي المزايا في التفصيله دي، في التفصيله دي انا ما اعرفها. في كل ما يبطل الفريضه يبطل السنه، احكامهم واحده. يبقى الاكل والشرب، فما ينفعش ياكل وحاطط لبانه في بقه فيها سكر ولا حته نعناع، واخد بالك؟ عشان طعمه بقه وحش، فيحطها كده ويصلي ويقول لك علشان بس الملائكه كده تشم ريحه حلوه. ما ينفعش يدعك سنانه ويستعمل السواك، لكن ايه، ما يحطش حاجه في فمه، ما يضرش. والاكل والشرب كثيرا كان الماكول والمشروب او قليلا، الا ان يكون الشخص في هذه الصوره جاهلا تحريم ذلك. يبقى اللي سبق وحصل منك قبل كده غلطك صحيح. يبقى في حاجات اسمها يعذر فيها بالجهل، في بعض الفروع كده ما يعذر فيه بالجهل. حتى رساله الدكتوراه كانت عاملاها واحده من تلامذتنا اسمها حبيبه من جاوة من اندونيسيا، رساله دكتوراه ومجايه لي النسخه منها، ما يعذر فيه بالجهل، رساله قد كده، رساله لطيفه يعني، موضوع كويس انك انت تعرف ايه الحاجات اللي الانسان لو جاهل بيها يعذر، لان في اشياء لا يعذر فيها بالجهل. واضح؟ والقهقهه، ابتسم كده في الصلاة، صلاته صحيحة، لكن سخسخ من الضحك بقى وصوته طلع كده، يبقى القهقاه يعني ايه بلغة المصريين؟ مسخسخ من الضحك، فاهم؟ يبقى دي تبطل صلاته. عند الأحناف تنقض الوضوء كمان تغليظا عليه، يعني عند الأحناف القهقاه في الصلاة تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، يروح يتوضأ لأنه خرج بالكلية عن الخشوع. والقهقهة ومنهم من يعبر عنها بالضحك غير الابتسام. والردة هو قطع الإسلام بقول أو فعل، نسأل الله السلامة. فصل في عدد ركعات الصلاة، ده الفصل الأخير النهاردة. وركعات الفرائض أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة 17 ركعة، 3 ركعات 4 ركعات، ايه 3 فرائض 4 ركعات، 3 × 4 ب 12، وتحط معاهم 3 اللي هي المغرب ادي 15، تحط معاهم 2 الصبح ادي 17، يبقى 17 ركعة، دول الفرائض. يوم الجمعة هنخفض منهم 2 علشان ما بقاش ظهر 4، بقيت الجمعة ركعتين، يبقوا 15، سهلة. أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة. طب وفي السفر هنخفض 6 ركعات من 17 عشان بنقصر الصلاة الرباعية، مش كده برضو؟ نخفض 6 يتبقى 11، يبقى أما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر ف 11 ركعة. وقوله فيها 34 سجدة، طبعا 17 ركعة كل ركعة فيها سجدتين، يبقى فيها 34 سجدة. و94 تكبيرة، تكبيرات الانتقالية وتكبيرات الإحرام، و9 تشهدات و10 تسليمات، 10 تسليمات علشان 5 فرائض، 5 وتسليمتين في كل فرض يبقى 10 تسليمات، و153 تسبيحة عشان بتقول 3 في الركوع و6 في السجدتين، يبقى 9 في كل ركعة، تضرب 9 في 17
يطلع ايه؟ 53 تسبيح ومائة وثلاث وخمسون تسبيح. ونقف على جملة الأركان نقولها المرة الجاية إن شاء الله. المرة الجاية هنقول جملة الأركان والمتروك من الصلاة إن شاء الله. أيوة تفضل. لا ما هم يكلمك على إن الجمعة يعني إيه بدل عن الظهر. لما تبقى الجمعة بدل عن الظهر اه تبقى كده. أيوة الشافعية الجمعة تبقى بدل عن الظهر لو انفردت في المدينة. ما فيش الا مسجد واحد بيصلي فيه جمعه في المدينه، تبقى دي منعقده جمعه ومعلوش ظهر. واخد بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم. البناء على الصلاه للامام بس. الايه؟ البناء على الصلاه. يبني على الصلاه؟ ايوه اللي هو المأموم ما يعرفش يبني. المأموم مش هيعرف يبني، ليه؟ لانه مرتبط بصلاه امام، يعني انتقدت وضوئي وانا مأموم في الركعه الثانيه. اروح اتوضى وارجع هصلي الحق الامام بتاعي، لو لحقت الامام بتاعي يبقى انا ايه هشوف اصلي معاه قد ايه وما ابنيش على اللي فات واكمل بعد كده استأنف. لكن لو كنت منفرد ولم يطل الفصل ابني على اللي فات، يعني ابني على اللي فات، يعني كنت صليت ركعتين وانتقد وضوئي اطلع اتوضى وارجع وما اتكلمش، مش شرط الا افصل بكلام. لو فصل بكلام يبقى لازم يستأنف، لو لم يفصل بكلام ولم يطل الفصل يبني على ما فات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.